Diyoruz Ammar'a. Ürdün'le devam ediyoruz efendim. Ürdün'den gelecek olan kardeşimiz Rahman suresinden 1 ila 16. ayetleri okuyacak. Asım, düzeltiyorum efendim, Fatır suresinden 1 ila 11. ayetleri okuyacak. Asım Bilal Hüseyin geliyor. Evet, Asım da hakikaten tam bir beyefendi. Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz, her haline yansımış. Evet. كم تحفظ؟ كم تحفظ؟ 16 أجزاء من القرآن. 16 رقم الصفحة؟ خلاص تفضل. سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن يضل من يشاء ويهدي من
يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. الله أكبر. Evet, Asım Bilal Hüseyin'e de teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. 10. kardeşimiz gelecek. Bu şekilde 12'ye kadar devam edeceğiz efendim. Saat 12'ye kadar devam edeceğiz. 12'de bir ara veriyoruz. Öğleden sonra, yemek arasından sonra ikinci bölüme başlayacağız.